ظاهر. وبعد كده قال لي حضرتك معاكي فيكي بنت، فانا دلوقتي معايا توأم. تنويم بالإيحاء أو الهيبنوزيس. اللي عايزة أقول برضو أصلح حاجة في الأول، إن كل الناس لما بتقول لها التنويم بالإيحاء أو زمان كانوا بيسموه التنويم المغناطيسي فبيتخيلوا إن أنت إيه، بيبقوا قلقانين جدا إن أنت هتسلبي بقى إرادتهم وهتطلبي منهم طلبات وحاجات زي كده زي الأفلام زمان يعني. بتجيبي لهم عفريت ينيمهم، ناس كتير جابوا كده قدامهم السلسلة ويقولوا بص عليها تيك توك تيك توك. لكن هو بصي التنويم بالإيحاء بمعنى أبسط، أنت دي حالة ذهنية بتهدي الشخص اللي قدامك علشان تعرفي تدي ايحاءات ايجابيه للاوعي بتاعه. يعني احنا ممكن ننام ولادنا بالليل كده؟ ممكن يعني. طب انا بعرف يا استاذه غاده، يعني انتوا ليه يعني ايه الهدف الرئيسي من التنويم بالايحاء؟ بصي التنويم بالإيحاء هو بيعالج كل يعني معظم المشكلات اللي في حياتنا، مثلا ممكن سمنة، إدمان، تغيير أفكار معينة، حاجة بتضر، عادة سلبية بتضر بينا. ليه؟ لأن احنا في الأغلب معظم يعني الحاجات اللي احنا بنعاني منها أو التحديات اللي عندنا دي بتبقى نتيجة لحاجات دخلت في اللاوعي وإحنا مش واخدين بالنا. يعني معظمنا مثلا واحنا صغير مثلا ممكن بتسمعي حاجات مثلا من اشخاص قريبه منك، فالحاجات دي بتاثر عليكي وبتدخل عندك في اللاوعي. يعني مثلا ممكن تيجي مثلا ام تقول لبنتها لا خلي بالك مثلا ده كل الناس مثلا ممكن يعني ممكن تتسرقي في اي لحظه، ممكن الناس تهاجمك. هي خدت ده على شيء موثوق منه ودخل عندها في اللاوعي، وهي اصلا الطفله بتنساه بعد كده. هي يعني انت لو جيتي سالتي حد في الاغلب مش هيبقى فاكر ومش هيقول لك ان عنده مشكلة أصلا. يعني فاهمة، يعني هي بتبقى حاجات حتى ممكن مشهد في فيلم، جملة قريتيها يعني. في كتاب. ليه؟ لأن احنا بندخل في عارفة حالات الهيبنوزيس أو التنويم الإيحائي ده يعني في أوقات كتيرة. يعني انت مثلا لو بتقري كتاب وانفصلتي أو مثلا بتتفرجي على البحر أو شفتي فيلم، انت الفكرة في التنويم بالإيحاء إيه؟ إن انت بتركزي في حاجة معينة وبتفقدي الاحساس بالحاجات الأخر. اللي حواليك التانية الاخرين بتستغرقي في حاجه معينه، ده بمعنى اصح. فانت في اوقات كتيره جدا بيدخل لك حاجات وانت يعني ممكن احكي لكم حتى حاجه. كان روبرت لويز هو ده اللي كان علمنا التنويم بالايحاء او كده، هو ده من اشهر الدكاتره في لندن. فهو بيقول انا كنت ماشي بالعربيه بتاعتي فارى اعلان بيقول لك ايه، بما انك بتقرا الاعلان ده دلوقتي ده معناه ان عندك حاله ملل من العربيه بتاعتك. فبيقولك اول ما بصيت يعني وشفت الاعلان ده فهو استجمع بقى، ده انا ملك الهيبنوزس التنويم الايحائي ازاي تعمل فيا كده، هو فهم انه تنوم وقال لا هو مش موضوع مش هياثر فيا. المهم بعد تقريبا 6 شهور قام بايع برضه عربيته وجاب عربيه تانية. يعني هو بيقولك بما انك يعني عندك حاله ملل من العربيه دي اشتري النوع كذا.